أعلن الرئيس الأمريكي أنه يهتم بالمصالح التجارية للولايات المتحدة ومصالحها الوطنية فقط، لا أقدر ذلك، ويجب على جميع الدول احترام القوانين المحلية للدول الأخرى. وأثنى شين على موقف الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن قضية هونغ كونغ، حيث يعتقد أن السلام والاستقرار يتماشيان مع إرادة استقلال هونغ كونغ. العنف ليس حلا للمشكلة وهو خطير جدا، العنف لم ولن يتمكن من مساعدة الناس ولا يمكن أن يضمن حقوقهم. أعتقد أن أهم شيء هو وقف العنف وحماية سلامة الناس.